هو اسوشيت بروفيسور بتاع مانجمنت في كليه تعليميه العلوم والتكنولوجيا، هيتكلم معانا عن الاوبزرفيشنز اوبزرفيشن اوف ساينتفك فاكتي ان سوشيال ساينس. دكتور عبد الله كفيف عنده لونج كارير، عمل البي اتش دي في جامعه ليفربول مش كده؟ خريجين جامعه الدكتور من الاوائل او في النص من الاوائل. بين يعني في الشيكو بين
على الريبورت بتاع السودانيين كبار السودانيين والريبورت بتاع الايام. قال لي الحقيقه انا شايفه انه السودان طبعا بيعمل السودان احسن. والكثير من السودانيين بيجيلوا او حاسبين مجالاتهم تماما. لكن يعني اخذتها بطريقه تاخد الاجانب يفوتوهم بالسكس ريبورتنج. يعني يعني بالكلام يعني ريبورتنج اللي هو شنو يعني هتلاقي كوبايه كثيره اللي هو شنو يستضيف من الفسيخ شغلات يعني زي ما فده بيعبر عن شنو ضروره التزامه بالمعايير عن يعني الرعب يعني الدوليه العالمية في كتابة التقارير. وهذه دي أمثلة بسيطة في الحقيقة لكنها مهمة جدا، هي اللي تلعب مسألة بسيطة أو شغالة. في أربع محاور هنا عندنا مثل اسمه لونج سنتنسز جمل طويلة إن شاء الله تكتبها للتهيئات من هنا وين تنسحب صفحتين ثلاثة جملة سنتنس. بعدين دي كوركت سنتنسز يعني الجملة لها تعريف معين. الجملة معناها كذا 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 أنت تطلع كلام وما جملة وقال لكم طويل جملة يعني it imparts a message بيقول حاجة عن استانس النوم يعني لو بقيت الجملة بس دون الرجوع للحياة اللي قبلها من حياة انت مفروض تفهم حاجة. يعني هو تعرف انه الكلام جاي في سياق معين وكده ما عندك ده كمان الصوت لكن الجملة بتاعت ذاتها لازم تجي معك ولازم تجي فول ستوب. انت لازم تجي فول ستوب ده وهيكون الكلام الجملة دي طويلة جدا كويس. اللي بتلاقي اللي هو طوالي في الأدلة ده ميكسينج سنتنسز اند باراجرافز. كثير من الباراجرافز هي سنتنسز بمعنى انه يعني كم سطر كده مثلا اي بانكتويشن اللي هو هنتكلم عنه بعد شويه و ات كلوزز زي زي الباراجراف. الجملة حاجة والباراجراف حاجة. الشيء اللي انا شايف يعني ان كمعيار يعني من 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 يعني تفتيشي انا يعني بالتقارير الكويسه اللي تركب بنا ناس احسن من اخواتي انه الجمله عاده الجمله المفيده لا يجب ان تزيد عن صفحه عن طريق سطر الى ثلاثه سطور لو بلغت اربع سطور. عندما تكون جملة أربع سطور أنت بتحتاج في الغالب بـ sample situation. هذا هاي كورما هنا مع واحد سيري كورا هنا كلام زي ده قبل ما تطلع فول ستوب قبل الجملة. الباراجراف should be no less than three يعني no less than three sentences make a paragraph. هم يقول لك الكلام ده بعد الجملة ما باراجراف الجملة المفروض تكون طويلة أكثر من مثلا في الأفريج 2 to 3 لاينز. الباراجراف لا يكون بأقل من 3 سنتنسز اللي هو يعني المنطق الشرعي يعني إنه الباراجراف يكون بيكي ستيتمنت بعد ذلك يؤثر إلى أوريج ذات ستيتمنت أو كومنتوريز or you يعني supported by some يعني factual data. بعدين افتراض انه الباراجراف كان السريع اللي هو الحاجه الاكبر you conclude with something يعني you refer something statement elaboration or comment or support and then يعني a conclusion. طبعا أحسن الكتاب هم اللي بيكتبوا بجمل قصيرة. الباراجراف كل ما طال أب تو ون بيج يكون كويس لأنه معناه ينتج أفكار متوافقة جديدة.
لكن ابسولوتلي ما عايز ما تكتبين جملة وتعادل وباراجراف وتمشي تعمل باراجراف ثاني ما قاعد فأنا كنت أتوقع أن كل واحد فينا مثلا يجي في بحث وكده يمشي يراجع شوف الحاجات دي ويخلص هنا ولقدام يعني يحرص على الحاجات دي. أنت ممكن تكون عندك معلومات بسيطة دي كان فيري ميجر لكن أنت ممكن تعمل منها حاجة يعني برزنتيشن الكوركت برزنتيشن. Are we seeing sentence paragraphs, punctuation and typing errors? Punctuation. طبعا يعني punctuation متى عمل يعني عبثا عشان يستعمل يعني في حته لازم تقرا اكثر لازم يتعبوان لازم تستعمل فيها كما اذرايز الكلام هيتلخص انت ما يعني ما في حته اذا عملت كما مثلا إذا في حالات معنا مثلا كانت تعمل جملة اعتراضية أو كذا أنت المرة الجاية في قال ما حتعمل كما حتعمل حاجة في محتاجين تاخذ نفسين بدل ما تستعجل يو ستارت يو كونتينيو لكن برضو يو شود كلوز يور سنتنس إن ريزونبل ويز ريزونبل لينكس يعني عشان يكون عشان ما تستعجل أو ما يكون وعشان يكون فوم ففي حاجات كده غير فاهمة في البنكتويشن يعني في ناس مثلا بيستعملوا البراكتس على كيفه في حتة انت بتستعمل براكتس يقول استعملها مثلا بدل البارانسيس بدل الكوتيشن ماركس اللي هي الشولدر المنصوصة ولا بيسموها عشان لا بيسموها عشان لا علامة التنصيص كده دي كوتيجن ماركس ويسموها فرنسيس دي ما بدي للبراكت البراكت هو انت لو عايز يعني تقول كلام يعني لو في تبين ما مشكله لك يعني كل ده يكون اعتراضية لكن ما لا مع الاكزامبل اي جي اي اي ما بقى حاجات اللي هي لكن نرجو الحرص على عدم الخلط بين الاثنين اذا عملوا فضيحه. تايم ايرورز اما انا ما قلت تايم ايرورز كثير خصوصا بعد ما يجي الكمبيوتر خصوصا بعد ما يجي الكمبيوتر يعني الكمبيوتر طويل قبل كده تشوف العيب واحد يقول يكتب لنا بثلاثه اربعه الرحمة للروحية انت stick to one لكن كمان في الوزن ذاته في حروف معيارية زي لاتي شنو؟ تاني ساعتي ماشي مثلا إذا يعني أكثر الكفاسي اللي هتلقاها مكتوبة عليك أنت شوف الناس غيرنا بيكتبوا شنو؟ وستيك تو إت فجأة يكون الزول يغير من حاجة عامة كبيرة دي ولا ما بعرف حط الكوفي ولا حاجات قديمة يعني كان بالعربي كان بالانجليزي يعني stick to one type of letter وكذلك طبعا اسم الفونت ولا الفونت هو اللي بعدين انا بحاجه ما كويس الكمبيوتر خالص يعني برتبه يعني برتبه برتبه يعني لكن ما حريش شديد كلنا تقلدونا عادي ما رحم الله إلا ما رحم الله ف يعني ما أنا يعني يقول شباب يفهم الكمبيوتر كويس لكن ما يفهم استخدامه ده اللي فهمناه ف من ضمن الناس التايب الناس اللي يجي مثلا تقوم تكتب عنوان جانبي كويس وتقوم الانواع دي يعني تكثف الحروف بورد كويس تقوم بعد كده تعمل خط تحت البورد بعدين تقوم تعمل نقطتين ونقطه ثلاثه كمان يعني ليه تعطى كله انت كمان خلاص يعني ما يسر
الألمان عن بعد الكلام مش كده فيش ولا حاطط ولا هي والتير ما تفيش انت ممكن تكون حاطط بلاش جواب لكن اذا ما مش حاطط دي يعني هذا دوليا لكن تقول هو الصح بعدين واحد اثنين ثلاثة جميلة كده ما مستزاد ثلاثة نقط نقطتين لكن عند الشرط يكون ما في خط احتوى ولا يكون فيه بوردي كويس لكن ده انت بتستعمله لما العناوين ما متدرجه مش كده؟ في عنوان رئيسي في سب تايتل في سب 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 تايتل كده فانت لو عملت بورد من فوق اعمل خط في التحت يعني ده سب تايتل سب سب تايتل اعمل نقطتين بس وبلاش اي حاجه ثانيه كده يعني كل عنوان بتاع مستوى معين بيكون اكروس ال 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 التكست بتاع شيس ده النهاية بس انا بشوف عايز مكتوب كده من ناحية فوائد ايه رقم مستواه يعني This is the subtitle, this is the subtitle كده دي أمثلة بالحقيقة لكن يعني representative almost يعني prevalent يعني أنتم من الشباب اللي هو يعني ياخذوا بالهم من الحياة دي وأفضل واحد لما يبدأ الريسيرش لازم يقرأ الحياة دي كلها يعني ما يقرأ السابق ستانس بس يقرأ الريسيرش ذاته يعني بسلوك يعني بيكتبوا يعني الكتاب ذاته الكتاب العلمي يعني شنو يعني مثلا EETC etc etc ممنوع ضمير المتحدث ممنوع كده يعني في بعض التقارير تتبع لكن ما الستاندرد هو ممنوع ذا اوثر بليفز ذا اوثر سيز ذا اوثر يعني انت شو ابلع على المجهول او كده يعني او على اسميه الاوثر بتاعه او الرايتر او الاوثر فليه الحياة اللي بالحقيقة بتجي زيني في تيزة لكي نشتغل طبيعة لأنه ده مش بديع عن الكلام الكلام اللي انا كده حاسبه وكده بنوع من الجريفنس لانه كل مره واحده صالحين وجيني بنفس المشكله. الوقت الثاني لعمل كريتو بعدين ان شاء الله رساله يعني. ليه كمان؟ الفرق والكلام ده شو الحقيقه؟ اللغه مهمه، اللغه مهمه كان انجليزيه كان عربيه كان اي لغه. اللغه طبعا وعلى يعني والحاجات دي الكتابه اللي هي حاسين بلغه اوفر سو ماني يعني حاولت انت بتصفى عنها كده الرويال سوسايتي بدات تحصل سنه 1000 من القرن الرابع عشر ولا تلاقي التأكيد مستمر يعني فما نقدر نقص على كلمه يعني زي ما احنا دارين لازم نستزيد بالمعاني شكرا جزيلا